السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناة عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس، إذا متابعينا الكرام في بلاد الشام وخاصة دولة لبنان هي معنية بعاصفة ثلجية قوية الأيام القليلة القادمة بحول الله تعالى وابتداء من الخميس ليلا السادس من شهر فيفري، إذا متابعينا الكرام كما نشاهد معكم في الصور ستكون بحول الله تعالى العاصفة في الموعد أم امسيه اليوم الخميس السادس من شهر فيفري تدوم إلى غاية الجمعة السبت وإلى غاية الأحد والاثنين العاشر من شهر فيفري بحول الله تعالى إذا أمسية اليوم ستكون الأمطار حاضرة على كل السواحل لدولة لبنان مناطق طرابلس بالإضافة إلى بيروت صيدا وأيضا صور بحول الله تعالى ستشهد أيضا أمطار غزيرة ورياح قوية منتظرة صبيحة يوم الغد الجمعة بحول الله تعالى السابع من شهر فيفري ستكون الأمطار حاضرة على كل المناطق لدولة لبنان أمطار ستكون معتبرة وغزيرة جدا كما نشاهد هنا معكم في الصورة مناطق الهرمل بالإضافة إلى بعلبك وزحلة البقاع الغربي أيضا ستشهد أمطار غزيرة رشايا حسبايا وأيضا مرجعيون أيضا مناطق بنتجبيل ستشهد أيضا أمطار غزيرة ومعتبرة جدا نذكر أيضا الثلوج متابعينا الكرام فستكون في الموعد وغزيرة جدا هذه الثلوج ستكون على تراكمات وعلى ارتفاع 300 إلى 400 متر إلى ما فوق إذن المناطق المعنية بالثلوج لدولة لبنان ابتداء من صبيحة يوم الغد الجمعة آه مناطق آه زحلة وأيضا البقاع الغربي أيضا آه مناطق آه كما قلنا هنا آه كما نشاهد معكم في الصورة آه زحلة دير الأحمر أيضا ستشهد ثلوج آه قوية المناطق أيضا الشرقية لطرابلس والمناطق الشرقية لبيروت وصيدا وإضافة إلى صور بحول الله تعالى كل هذه المناطق ستبقى تشهد أمطار غزيرة وثلوج معتبرة متابعينا الكرام كما نشاهد معكم في الصورة خاصة البقاع الغربي ستشهد ثلوج معتبرة وغزيرة جدا على دولة لبنان أيضا مناطق متابعينا الكرام بعلبك بكوا زحلة ستشهد أيضا ثلوج قوية خاصة الجمعة مساء إلى غاية السبت والأحد بحول الله تعالى أمطار عاصفية قوية منتظرة يوم الجمعة السابع من شهر فيفري خاصة على السواحل طرابلس بالإضافة إلى بيروت صيدا صور وبنت جبيل إذا متابعينا الكرام سنوفيكم بالمناطق والولايات أيضا المالية بالثلوج والأمطار في قادم الأيام ونشريات جوية تحذيرية بحول الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته